رفدي 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 تو تشويت. دي شكون هذا؟ نشوف رفدي. قلت لك شبيك هذا التليفون تاعي نسيتو في الدار. قلت لك ريبوندي ولا دي التليفون. وي انا الحق السيرار. وين عندك الحق على بها مايل برك تاع خدمه وبعد نشوف. وي اكثر مايل ماشي ماسنجر باسكو. وعلى حسب علمي والله اعلم هاد لا نوتيفيكاسيون تاع الماسنجر. راك شوف دكتور با تقولي لي استحملي وما تلقيش هذا تاغ هذا هاشتاغ هذا جام هذا شادو فيسبوك انستغرام بلا ما نحكي لك على السهرات. انا كاع حد شي البارح في الحلقة الرابعة اللي جازت جبتي لي يما، دوكا في الحلقة الخامسة تاع اليوم كي حابة ديري لي هكذا هكذا. ريح. طب طيب معلش كي طب ورا نفتحوا الباب. خالتي باية. هو صح كنا نحوسوا على خدامة بصح انا دركا صاي تعلمت. وانت يا كبيرة بزاف عليك شغل الدار. واش 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 تعلمتي؟ ما تعرفي ديري والو كان جيتي تعرفي، علاش نجيبو خدامة؟ بنتي حبيت نقول لك بلي هاد المهنة تعلمتها في عمري 19 فهمتي، والدنيا هادي يا بنتي داتني اريسون نوتور. يا يما ايمن واش صرا لها؟ كعبة تقتليها. علاش واش درت لها؟ انت اللي قلتي لي جيب لي خدامة وخدامة كبيرة. انا قلت لك خدامة كبيرة. هلا حاب تجيب لي واحدة صغيرة باش تخرب لي داري؟ يا بنتي تفكري بلي عندك دار صافي بليزير. واش نديرو لها الماء؟ واش نديرو لها؟ عطيها حاجة تشربها ولا؟ شوفي فيها طبيب واش نعمل؟ هاكي خالتي باية صافا شوية. والو انا بنتي حساسية برك شوية تاع خبر عدم اكل. ويا بنتي حبيت نقول لك عندي لاتونسيون راني نداويها السكر. عندك ميناجي مرا تاني يا جيت. وعندك الاخر تاني هذاك كريس كاردياك. كريس كاردياك هذيك حساس لها العمر طويله بنتي. وعندك ليرة يعني نزيد لكم حاجه شابه راني نمشي بلغه واحد. صح كيما الطياره تحبس الموتور الاول تمشي بالدوزيام. اي بدات وليدي كلاس اون فول. يسرى روح على جبت الحشاوش تاع الدنيا. اسمعي جبت هذا المر وصبر مني حايب بزاف. هذا ثاني ترى الكاليتوس مليح لاطونسيون البرتقوس المرقنوس وهذا المر وصبر قالك مليح لاطونسيون. شوفي بيان شوفي اسمعي وهذه هذه بلاص ديودون تاعك باش معلفو حاجه حيت لازم ديري هاك. صاي صاي واش كاين؟ هاي رخطتني. شكون؟ سمعتي اللي قلتي لي جيب لي خدامه اسومي. اي من انا قلت لك جيب لي وحده تخدم عليا ماشي انا اللي نخدم عليها. راني حاسه روحي شي فرمليه ولا قرد مالاد. معليش فوتيها اليوم وما دار ربي غدو يعمل تاويل. هيا بقى على خير. استنى وراك رايح. راني حنت شوافه. اي باش تشوف لي زهري كيفاش راح تخلص عليا معاك. المهم 600 الف هذوك تاع تفارتيك راح نديهم معايا. هيا بقى على خير.
خرجها من الاول. راك عاجبني اليوم صاحبي. دار كيما هادي نورمالمون انا راني عايشه فيها. العبار والدبان عرايس اخر زمان. ناضي ناضي ناضي. بريزا كيفاش دخلتي؟ دخلت منا من الباب حبيبتي، الباب مفروع، قلعوه وديروا ليزار. اسمعي ما كي طالقه روحك كاع كيما هاك، ما تشوفيش في حالتي من الصباح وانا مع الميناج. يا اختي تحسب دايره تشخاشخ والبرابش وانتي زوج كالاجات مسحتيهم وصاي. مشتيش خالتي بايا؟ خالتي بايا؟ ها خالتك بايا راحت راحت. هذيك علاش جبتوها؟ هذيك جابها لي ايمن راجلي باش تخدمني. هي في عقوبتي وليت راني نخدم فيها. الشح يا اختي ما تعرفيش الطيبي، خلي الراجل يتزوج يجيب لك ضره. بعيد الشر ساسك في راسك. بسم الله ان شاء الله يا عمري نتزوج وندير الراجل. بصح انا كل الصبع بصنعه، ما نخليش مرات تديه لك. او تمنى تهنيت من عجوزتي جيتيني انتيا. بصح انا جايه نقفزك ماشي كيما عزوجك. روحي نقول لك ديجا كبيره كي خرجت شتها مخرجه فاليزا. انا قلت باينه راكي غضبانه نجي نعاونهم. فاليزا كيفاش دايره لا فاليز؟ فاليزتك اللي جيتي بها نهار الاول تاع العرس، هذيك هذيك الغوز بونبون فيها هكا خط بالحلحالي وقلب في الوسط. يا يا ما تدخل ايمن وتجي دوكا تعيريني على رقاد. مي بيان سور نهار كامل وانا مع شغل الدار، كيفاش حبني ما نرقدش؟ مي بيان سور انا نهار كامل خدام عليك، كيفاش حبيتيني ما نرقدش؟ بالعقل سمحوا لي بالعقل، يظهر لي كاين مشاكل مازال ما تكلمناش عليها، اهم من هذه المشكله اللي في حياتكم الزوجيه. روحوا وحده وحده بالعقل. صح دكتور، قول لي الراجل خلقه ربي باش يتعب يخدم ويروح يرقد. شي طبيعي هذا. صح، والمراه واش خلقها ربي؟ المراه خلقها ربي باش تكون نص نتاع الراجل، معناها هي تكملو وهو يكملها. يعطيك الصحه. انا ما كملتنيش، انا كملت عليا. انا كي ندخل للدار ماشي تقولي واش راك صافا نحط لك العشاء ولا هاك لا فاكتور تاع تريسيتي دير لي هذه خرجني دير لي هكذا. لا ميور كان واحد الحمام بالحومه، قالت لي نروح نحمم بالماء 200 متر. انا غير ديتها يا ربي، قالت لي لا ما عجبنيش نروح للقلمه. علاش ديتها القلمه تحمم؟ كي عاودنا ولينا العشيه مع لاطرو سيرفيكال تاعي وعيان قاعدين، ماشي تحط لي تقول لي روح ترقد ولا اديني عند بابا. وحشت بابا. هاو كيف زيد قريمة دارت لي السكر، قريمة دارت لي لافيزي، قريمة دارت لي الزهايمر، قريمة دارت لي كاع لي مرادي. انا كنت نديها للطبيب هذه كاع هي سكيلتيني قاعدين يعطيها 21 جور. كذاب دكتور، بروبليم تاعو الكبير هو الارقاد الثقيل. ماشي هذا الارقاد الثقيل، بنادم كي يتعب يرقد. تيماجين حتى الويكاند، مام الويكاند سي نورمال. الويكاند داير باش ناشط بودرطار. يظهر لي انا ندخل. سمحوني نقول لكم بلي انت عندك الحق وهو عنده الحق، وباش نحقوا هذا الحق لازم تفهموا واحد الحاجه، كاين مونك تيريب في لا كومينيكاسيون بيناتكم. البروبليم سيك انتوما ما تحكيوش مع بعضكم. ايه الويكاند تحب ترقد وهي تحب تحوس تخرج، الوغ نقسموا هذا الويكاند ترقد لو طون كيلفو باش ترتاح، مي بلا ما تنسى المسؤوليات نتاعك اللي هي العشيه تهز زوجتك تخرجوا تحوسوا تقضيوا. اي كوم سا تتكون ريكيبيريت وهي خرجت. والله ضحكتني دكتور، هذا ينظم وقته. معليش اسمعني انا نحكي لك. ايمن مينوش ايمن قلت لك واش راك تقرا في كراس المراسله؟ هو يبان لي كتاب ماشي كراس مراسله. مي معليش احكي لي واش كاين فيه. ما نقدرش نفهمك، هذا سي ان اوتر نيفو كي شايفه تاع المثقفين. جو با لا غالب
ديرني جاهلة، ديرني ما نفهمش واحكي لي. هي بلا ما نديرك جاهلة، انت جاهلة على باس. بون هاد لوندروا ماشي انسبيرون، نهبط للصالون سمحي لي. ايمن ريحلتم، ايمن حبستم، ريح في بلاصتك، اقعد اقعد اقعد. هاد الكتاب جابته لي صاحبتي وهيبة، ويحكي عزيت الخروع وزيت اللوز، مي هذا تاع نسا ماشي ترجال. علاش غير نتوما نسالي عندكم الحراشف وعندكم لي بوطون، شعركم كشد وماشي شابين، ميم حنا رجال لازم نكونوا شابين، فهمتي؟ هذوك ديجا كتر تشربيها الزيت هادي تسرح لك القرجومه وتهبط الامعاء الدقيقه والغليظات، تنقيهم لك وتنقي لك الكولون، تنحي لك لي موفاز ايدي، وكي تنحي لك لي موفاز ايدي وين نحبك اونكور بلوس. مليح، مي اسكو الناس يقراو كتاب بالمقلوب ولا؟ والله ما فهمت انا. فوالا فوالا ما فهمتي والو، سي بور ساك قلت لك سي ان ديفيرونس دو نيفو، باسكو علاش اللغه العربيه كي تقرايها تقرايها الي غير تكبليها تعاود تولي روتور. والتليفون واش يدير تما؟ او يقرا معايا. حاب تهبلني انت، حاب تهبلني، تسمى الكتاب بالمقلوب والتليفون تما نورمال، قول لي كاع كونيكتي وراهني ساهر نورمال. صرحني ايمن، ايمن شوف معايا صرحني. بيان سور نصارحك، بيان سور نصارحك، انت ستوته وغيوره تغيري مني، ما تحبيش نكون شباب، تحبيني نكون مزعوق باش وحده ما تشوفني، على بالي بهاد الفيصله اللي كديريهم، وديجا نعرف خرايبك تاع الباسي وعلى بالي ميم تاع الفيوتور تاعك. وشكون قالك؟ شوافه. اي وي بون انسبيراسيون. كيفاش عقلتين؟ يا واحد البهلول. كي تحب تسرق دار امور غطي وجهك. نسيت الراحة، نسيت دار الجاية ان شاء الله. بصح واش كدير هنا؟ ياك قلتيها جيت نسرق. يا صح والله نسيت. كي وحدك في الدار؟ لا لا راني مع راجلي ايمن. ايمن ليش كنتي كي تعيطي يا مراسي النهار كامل هو خدامتك؟ نسى كيف دايري وراك حتى ذهب. لا لا ما عنديش ذهب. كيف ما عندكش ذهب؟ واش كنتي تحكي لي الذهب اللي عندي؟ هاك تعرف احنا في الكاردين تاع هاك نحبوا نفوخوا ونزوخوا، شغل نعت في روحي برك. لا هو الحق انا كان عندي ذهب زعما، ماشي ما تقولش ما كانش عندها ذهب، بس هذيك الخدامه خالتي بايا جات سرقت لنا ذهب كامل، وحتى باريزا جارتنا شافتها كي خرجت بالفاليز هذيك تاعي اللي فيها كر احمر. حق ربي مسكين. ما كانش كاش عارف ساكدا نسرقوها. اللي قدامك هاو هاك دي هادي. ذهب ذهب ما عنديش. مكاش؟ لا. وما كاينش عفسة هكذا ناكلوها؟ هو كاين بصح ما عرفت لك كان يعجبك ولا لا. بابا اداش نعرف نطيب؟ لا ذهب لا دراهم وزيد جيعان جوعت. كل كل بصحتك. عم
ما تعرفش طيب. ما بحش بزاف شنو مكتبات عطياب ما بالك تعلمي طيب. زوغ وانا في الانتيغوغاتوار حتى عيطوا لي من الانزيرجونس وقالوا لي بلي سي ايمن راهو حي تما باش تلقوني وتقول لي هذا ماشي مشكل كبير. مدام سا سي دو باسي هذا ماضي ماضي فات هذا على بالك ما كنتش حاط انه هذا المشكل راه مأثر عليك لهذا الدرجه.